اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر اخصائي البطنه العامه. النهارده هنتكلم عن جهاز الدي سي شوك او جهاز الصدمات الكهربائيه اللي موجود في الاستقبال. هنتكلم عن مكوناته بالظبط، وهنتكلم بنستخدمه في حالات ايه وحالات ايه ما نستخدموش فيها في الاستقبال، في حالات الطوارئ طبعا. هنتكلم كمان عن حالات الارست اللي بتحصل في الاستقبال، هنتعامل معاها ازاي، وهنتكلم كمان عن شويه طوارئ كده بتقابلنا في الاستقبال. ده لكل الناس اللي بتقف في الاستقبال، كل الدكاتره اللي بتقف في الاستقبال المفروض تبقى عارفه الكلام اللي انا بقوله، سواء كان تخصصهم باطنه او مش باطنه او اي تخصص تاني. طالما واقف في الاستقبال معرض للحالات دي المفروض يكون عارف الحاجات دي. تابعوا. اول حاجه هنتكلم عنها جهاز الدي سي شوك او جهاز الصدمات الكهربائيه، اللي هو ده اللي بيبقى موجود في الاستقبال. الجهاز ده كل وظيفته ان انا لما بدي شحنه للعيان او صدمه للعيان بوقف كهربة القلب لجزء من الثانية، على أمل إن القلب لو لسه فيابل، لو لسه فيه دم وأكسجين ونيترنت وحاجات كتير، إن هو يرجع تاني يشتغل لوحده أوتوماتيك. يعني الجهاز بيوقف كهربة القلب مش بيشغلها. فعشان كده مش كل الحالات بتاخد شوك. لما نيجي بعد كده نتكلم هنعرف إن في حالات هديها شوك وحالات ما اديهاش شوك. يعني لو عيان مثلا عنده فلات لاين، لما جيت احطه على المونيتور ولا بتاع لقيت فلات لاين، يعني الراجل عنده اسيستول، مفيش كهرباء اصلا في القلب، طب انا هوقف كهرباء؟ ما هو فيش كهرباء، يبقى ملوش لازمه. عشان كده مش كل عيان بيحصل له ارست في الاستقبال هديله ديس شوك. الديس شوك ده مش هيقومه، الديس شوك مش هيعمل له حاجه. فلازم نعرف بالظبط ندي لمين وما نديش لمين. تاني حاجة حابب اقولها ان جهاز الدي سي شوك، لو انت بتقف استقبال في اي مستشفى او اي مكان وعندك جهاز دي سي شوك، المفروض اول ما تروح المستشفى دي لو جديد عليك تروح تشوف الجهاز مكانه فين بالظبط، تشوفه، تشوف السرير اللي جنبه، تشوف الجل بتاعه موجود ولا لا، تتعرف على مكوناته. الاجهزه كلها شبه بعضها لكن بيبقى فيها شويه اختلافات. تشوف الزراير بتاعته ازاي، البدلز بتاعها مكانها فين، تشوف احادي ولا ثنائي. مش لما تحصل حاله ارست وانت رايح مستشفى جديده مثلا او كده تروح تشوف تقول لا ده الجهاز ده غير اللي انا كنت شغال عليه والله، لا ده مش، مفيش وقت في الموضوع ده للاستكشاف. العيان ارست يعني عيان مات، عيان بيموت. جهاز الصدمات الكهربائيه او الدي سي شوك في منه اشكال كتير زي كده كده كده، لكن هم في الاخر بيجتمعوا في حاجات معينه معظمها موجوده عند كل موجوده في كل الاجهزه. يعني مثلا بيبقى في البادلز اللي هي بتدي الشحنه اللي هي دي، ويبقى فيها طبعا الزرارين ان انت بتفرغ بيهم الشحنه، طبعا زرار في اليمين وزرار في الشمال عشان تدي الشحنه، بتتك على الزرارين مع بعض مش زرار واحد، وده طبعا للامان اكتر. بيبقى فيه مثلا الزرار اللي هو بيشحن، البكره دي اللي هي بتشحن تعرف انت هتشحن على كام، مثلا 360 100 200 زي ما هنقول بعد كده. في مثلا زرار الاصفر ده مثلا تشارج، يعني انت بعد ما بتحدد انا هشحن على 200 تتك على زرار الاصفر تشارج فيشحن، بعد كده بيديك صفاره او يديك اوكي ان هو جاهز وشحن تمام. في بعد كده ممكن تلاقي الزرار اون واوف، ده عادي. الاجهزه دي بتبقى شغاله على كهرباء، وفي منها كتير بيبقى ببطاريه عشان لو مفيش كهرباء او الكهرباء قطعت او كده يبقى موجود شغال. في زرار كمان اسمه زرار سنكرونايزد او سنكرونايزيشن. الزرار ده لما بتشغله معناه ان انت لما تيجي تدي الشحنه مش هيديها مباشره في اللحظه اللي انت اتكيت على الزرارين، لكن هيستنى لما يلاقي ار في رسم القلب او في الكاردياك سايكل ويدي وراها الشحنه. ده بنستخدمه في حالات معينه، لكن حالات الارست اللي ما فيهاش بلس ما بتكاش على الزرار، ماليش دعوه بيه، بيبقى انسنكرونايزد وبدي شحنه مباشره زي ما هنقول. وكمان طبعا في الشاشه بتاعه الجهاز، ودي لما بحط البادلز دي احطها على صدر العيان بيشتغل على انه مونيتور اعرف بيه الرزم اللي شغال ايه عشان اعرف هدي شوك ولا مش هدي. في كمان ملاحظة، انت لو بصيت على الدي سي شوك اللي عندك هتلاقي في ارقام على الزراير، يعني مثلا تلاقي بكرة الشحن دي مكتوب عليها رقم 1، بعد كده مثلا زرار الشحن الاصفر تلاقي مكتوب عليه رقم 2، زرار بعد كده افراغ الشحنة تلاقيه مكتوب عليه رقم 3، عشان يعرفك الخطوات اللي انت تستخدمها وتبقى الموضوع فاميليال معاك شوية، انت لما تشوفها مرة واتنين هتعرف الترتيب بعد كده. نيجي بقى نتكلم عن حالة الريست. لو انت واقف في الاستقبال وبعدين فجأة نادولك ده فلان وقع، في مريض وقع من طوله او وقع في الارض او كان نايم على السرير وبدأ ما يردش، فانت بتروح عليه بسرعة بتشوف هو كونشس ولا لا، يا استاذ يا استاذ ما بيردش، فما بيردش بتشوفه بيتنفس ولا لا، نفس، والنفس ده نقصد بيه ان هو بيتنفس نفس طبيعي زي اللي صاحي بالظبط، لكن في حاجة اسمها جاسب، الراجل بيجاسب اللي هو بيدي نفس كده كل فين وفين وبيبقى نفس عميق او قليل ايا كان، لكن مش نفس طبيعي. الراجل ده ما بنعتبره، نعتبره انه ما بيتنفسش، فبنشوفه بيتنفس ولا لا. الراجل بيتنفس هنهدى شويه، لان طالما بيتنفس يبقى غالبا في بلس، فنهدى شويه ونجيب الناس بقى بتاعت العنايه ونشوف الدنيا فيها ايه وناخد وقتنا. لكن الراجل ما بيتنفسش
على طول بتستدعي الفريق بالكود بلو. لو عندك في المستشفى كود بلو فريق الريست ماشي، مفيش، بتستدعي طبيب العناية، طبيب التخدير، الأطباء اللي حواليك عموما، والتمريض كمان، وكل من يقدر يساعد في الموضوع ده. فانت بسرعة رحت عليه، يا أستاذ يا أستاذ، ما بيردش، بيتنفس ولا لا، بتبص عليه تشوفه بيتنفس ولا لا، فالراجل ما بيتنفسش، خلاص يا فلان هات الناس، هات الدكتور عناية، هات الدكتور كذا، هات الدكتور كذا، والتمريض وكل اللي هيقدر يساعد يشتغل معانا، وبعدين تشوفوا في البلس على طول. وطبعا تقول لهم هاتوا الدي سي شوك طبعا، او تنقل العيان بسرعه ان كان جنبك، او جهاز الدي سي شوك بيبقى ليه عجل وبيمشي يجي لك بسرعه مع الفريق اللي هيجي. طبعا بتشوف البلس، بنشوفه على الكاروتيد بلس، البلس بالشكل ده كده، وبعدين تشوف في بلس ولا ما فيش. لو في بلس احنا قلنا ما بتنفسش، لو في بلس يبقى خلاص بالامبو باج، وتدي نفس كل من 5 ل 6 ثواني. طيب الراجل مفيش بلس، مفيش بلس، بتبدا فورا سي بي ار، يعني انعاش قلبي رئوي، تبدا على طول بالشيست كومبريشن، تبدا على طول تحط ايدك كده وكده على الجزء النص اللي تحت بتاع الاسترنم، وبتخلي ايديك مفروده، وبتيجي على العيان وتتكع على الجزء ده، طبعا معروفه بقى، وتخلي المفصل بتاع الوسط ده هو اللي بيتحرك، يعني مش ايدك اللي بتتحرك كده، لو عملت كده ايدك هتتعب، هو الوسط اللي بيتحرك، وتنزل بوزنك كله على العيان عشان ما تتعبش بسرعه. فبتبدا على طول سي بي ار بالشيست كومبريشن، تبدا بالشيست كومبريشن فورا، بوش هارد، يعني تبدا تضغط بقوه على صدر العيان، تخلي صدر العيان ينزل تحت ايدك 5 سم، وفاست يعني بمعدل 100 في الدقيقه، بسرعه تشتغل بسرعه وتخلي 100 في الدقيقه. اللو كومبليت شيست ريكويل طبعا، يعني بين كل ضغطه وضغطه تسيب صدر العيان ترجع ترد كلها، مش تضغط وتيجي تشيل تسيب سنه لا، لما تضغط فك ايدك خالص، خلي صدر العيان يرجع، وطبعا تشتغل بسرعه زي ما احنا قلنا، بوش هارد اند فاست، اللو كومبليت شيست ريكويل. زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ده هيعمل دلوقتي سي بي ار، بيعمل شيست كومبريشن زي ما احنا قلنا، بيضغط بقوه وبسرعه، وبيخلي صدر كله يرجع تاني معاه، وكمان وسطه هو اللي بيتحرك. ده كده مثال ازاي بنعمل شيست كومبريشن. الموضوع ده مهم جدا، لانك انت بتحاول في الوقت ده توصل كمية دم للمخ وللقلب، دي مهم جدا، الشيست كومبريشن في اول اللحظات دي مهم جدا لحد الدي سي شوك ما يجي، ونشوف هنتعامل ازاي بعد كده مع العيان. طبعا بتشتغل بسرعة 30، كل 30 يكون طبعا حد جه، او لو مش معاك حد ومعاك الماسك بتاعك، تدي العيان نفسين وتشتغل لحد ما الفريق كله يجي. الفريق جه والدي سي شوك جه مثلا، بتوصل العيان بقى على المونيتور، يا اما على طول بالبدل زي ما احنا قلنا، البدلز بتاعت الدي سي شوك، وتحطها على العيان. طبعا البدلز لما هاجي هدي الشحنه بتتحط في الاماكن دي كده، هنا وهنا، بتطوق القلب، القلب مكانه هنا، فانا بحط واحد هنا وواحد هنا، مش مهم مين هنا ومين هنا، المهم واحد هنا وواحد هنا كده زي اللي في الصوره بالظبط. انت لما تحط هنا وهنا هيجي لك على الشاشه الرزم، الرزم شوف القلب ده ايه اللي فيه بالظبط. فاذا كان في تاك او في فيب، يعني فنتريكولار تاكي كارديا او فنتريكولار فيبريليشن، فده على طول بشحن الجهاز على 360. هنقول بقى اذا كان احادي ولا سنة، هو الماكسيمم، ادي ماكسيمم وخلاص 360، ومالكش دعوه بزرار سنكرونايز، وخليه يشحن. الوقت اللي الجهاز بيشحن فيه بتكون انت شغال شيست كومبريشن، ما بستناش اقول استنى الجهاز ما يشحن بقى واسيب العيان. الشيست كومبريشن او ضغط العيان ده ما بيوقفش في السي بي ار غير ل 10 ثواني حد اقصى، سواء هتدي نفسين هم ال 10 ثواني، سواء هتشوف البالس 10 ثواني، هتعمل اناليسيز للريزم او تشوف الريزم اللي شغال ايه 10 ثواني، هتدي دي سي شوك هم ال 10 ثواني، ما تزودش عن كده. اي زياده عن كده بتعرض البرين بتاع العيان ده والهارت لاسكيميا فظيعه. طيب انت جيت فلقيت الريزم اللي موجود في تاك او في فيب، فعلى طول بتشحن، وزي ما احنا قلنا الجهاز وهو بيشحن انت شغال شيست كومبريشن، و بتدي على طول. لو الجهاز خلاص ادى ريدي، ان هو الجهاز ريدي انه شحن، بتحط البدل زي ما احنا قلنا، وقبل ما تدي الشحنه كلير، كلير طبعا دي حاجه مهمه جدا، كلير، خلي العيان الناس كلها توسع من حوالين العيان، انت هتدي الشحنه دي كهرباء، وبنظره بسرعه تشوف ان مفيش حد لمس العيان، وعلى طول تدي الشحنه فورا، ما تستناش حاجه، تدي تك على الزرارين مع بعض، هيقوم مدي الشحنه، هتحس ان العيان اتنفض معاك، خلاص البدل شيلها على الجهاز ويرجع يشتغل تاني بسرعه شيست كومبريشن، سي بي ار شيست كومبريشن، ما تستناش تشوف في بلس رجع ولا لا، ولا تحلل ريزم، لان حتى لو القلب رجع في الوقت ده وبقى ساينس ريزم، بيبقى ضعيف وما بيقدرش يدي دم للجسم كله. فاول ما بدي الشحنه بشتغل على طول تاني شيست كومبريشنز لمده دقيقتين.
ودي حالة في في فيب، فالدكتور شاف ان ده في فيب فهيتديس، فقال للممرضة تشحن الجهاز، فالممرضة شحنت الجهاز على الماكسيمم دوز وهتدي الشحنة. قبل ما تدي الشحنة زي ما احنا شايفين هتقول كلير، فهي بتقول كلير فكله بعد، هتدي الشحنة العيان انتفض، وبعد ما خلص الشحنة هيشتغل فورا سي بي ار تاني زي ما احنا قلنا، مش هيعمل اي حاجة، هيكمل بسرعة سي بي ار لمدة 2 دقيقة. بعد الدقيقتين برجع اشوف الريزم بقى ايه، في بلس رجع ولا لا، وفي ريزم واشوف الريزم. لو مفيش بلس فبشوف الريزم بسرعة، الريزم شوكابل ولا نان شوكابل برضو، يعني في تاك وفي فيب ولا حاجات تانية. لو في تاك وفي فيب بدي تاني الشحنة زي ما احنا قلنا في المرة الاولانية. طيب يعني معنى كده ان في حاجات بتاخد شحنة وحاجات ما بتاخدش، حاجات بتاخد صدمة وحاجات لا. الفي تاك والفي فيب دول بياخدوا صدمة، دول القلب فيه رفرف فيهم، فانا لما بقوم مديله الشحنه بوقف الرفرفه دي للحظه، بوقف كهربه القلب للحظه على امل ان القلب يكون لسه صحي شويه وشغال شويه فيبدا يدي تاني بالساينس ريزم بتاعه. لكن افرض انا لقيت العيان اسيستول، اسيستول ده يعني فلات لاين، يعني مش جايب حاجه، خط اللي هو مفيش، طب انا هديله شحنه اعمل بيه ايه؟ ما هو خلاص ميت. طب افرض ان هو ساينس ريزم، ساينس ريزم ومفيش بلس، مفيش بلس برضه العيان ارست، مفيش بلس بس ساينس ريزم، اوقفه ليه؟ هو ماشي بأورجانيز ريزم يعني، يبقى خلاص يمكن ربنا يسهل بالشيست كومبريشنز ويرجع. فالفلات لاين ده اسمه اسيستول، انما مثلا لو كان ساينس ريزم او اي ريزم تاني، حاجه اسمها اورجانيزد ريزم وما معهاش بلس اسمها بيا او بلسلس الكتريكال اكتيفيتي. الحالتين دول ما بياخدوش شحنه، بشتغل بس شيست كومبريشن ونفسين، شيست كومبريشن ونفسين مع الادويه اللي هنقول عليها في كل الحالات. بالنسبه للادويه وانا شغال سواء حاله في تاك او في فيب او حتى اسيستول او بيا، طبعا هما بيختلفوا في ان في حاجات هتاخد صدمه شوك وحاجات مش هتاخد. لكن بالنسبه للادويه انا جيت لقيت العيان زي ما احنا قلنا الريست والايروي، طبعا حته الايروي دي احنا كنا نسينا نقولها شويه، طبعا الايروي ده بنطمن عليه اول حاجه. الراجل لو بلع لسانه مثلا وعامل كده ودقنه لازقه في بتاعه، ممكن يكون بلع لسانه، فبعمل له هيد تلت تشن ليفت زي اللي في الصوره كده عشان افتح الايروي. طيب الراجل لو كان فيه تروما وانا خايف لا يكون فيه فراكشر في الفرتبرا كولوم ولا في السباينال كولوم، ففي الحاله دي ما بعملش هيد تلت تشيل ليفت، بعمل حاجه اسمها جو ثراست اللي هو بعمل كده وارفع الجو لفوق على امل ان انا افتح الايروي. طيب انا لو الراجل شاكك ان فيه تروما والجو ثراست اللي انا بعمله ده مش جايب نتيجه والراجل لسه الايروي مقفول، لا اعمل هيد تلت بقى، يعني في الحاله دي ان انا افتح الايروي دي اولويه اكتر شويه من التروما اللي في السباينال كورد. فالعيان لو قرست والايروي خلاص كويس زي ما احنا قلنا، واشتغلت لقيت ان مفيش بلس، فاشتغلت السي بي ار وبدي الشوك وهكذا شغال، فبدي بقى ادرينالين اللي هو 1 ميلي جرام كل من 3 ل 5 دقائق. اي في طبعا الاي في ما هو راكب، يعني دي مش محتاجه، دي بديهيات، عيان في اي حاله كريتيكال الاي في راكب طبعا على طول. فبدي الادرينالين كل 5 دقائق. في ممكن ادي اميودارون، اميودارون ده يعني ممكن اديه بعد كده لو حاله في تاك او في فيب ومش راضيه تستجيب للدي سي شوك، ممكن بعد ثالث واحده ادرينالين ولا حاجه ممكن ادي اميودارون. الجرعه الاولى 300 مللي جرام، الجرعه الثانيه 150 مللي جرام. لو المكان منظم فبيبقى في فريق، الفريق ده مكون من حوالي 6 او 7 اشخاص، بيبقى في التيم ليدر ده واحد هو اللي بينظم الفريق، في واحد ماسك الدي سي شوك، واحد بيدي النفس، واحد ماسك الاي في، واحد شغال الشيست كومبريشنز، واحد بيدون الملاحظات، وفي حتى واحد كمان بكل دقيقتين يعرفك ان في دقيقتين عدوا عشان تغير اللي بيعمل الشيست كومبريشن عشان ما يتعبش، وعشان كمان تشوف الريزم وتشوف البلس. في ميزه مهمه بقى في التيم ده، ان انت المفروض احنا شغالين كده لكن لازم نكون بنفكر هو ايه اللي خلى العيان ده يحصل له ارست، عشان احاول اعالج الريفرسبل كوزز. دلوقتي هنتكلم بقى على الاسباب اللي عملت كده وممكن اصلحها. يعني مثلا افرض عيان كان في حادثه ونزف كتير فحصل له هايبوفوليميا، فحصل له الارست ده من الهايبوفوليميا. طب ما انا واحد وانا شغال مش واخد بالي، ما انا منهك في الشغل، واحد يقول لي طب ما ندي فلويدز بقى، ندي فلويدز على ما الدم يجي او نعلق دم او خلاف. يبقى كده صح، التيم لما بيتكلم يبقى كويس، كله بيشاور مع بعضه. فطبعا وانا شغال بدور على الريفرسبل كوزز، انا والتيم كله على الريفرسبل كوزز. الريفرسبل كوزز او الاسباب دي هم 10، في 5 اتش و5 تي. بالنسبه ل 5 تي مثلا تنشن نيوموثوراكس، ثرومبوزز سواء كان ام اي، ثرومبوزز في الهارت يعني ام اي كورونري، او ثرومبوزز في البلمونري ارتريز اللي هو البلمونري امبوليزم، او توكسينز او تامبونات اللي هو الكاردياك تامبونات. فالخمسه تي دول اللي اعرف اعمله فيهم واحنا شغالين بنعملهم، ما بنعرفش خلاص بنستنى. دول 5 تي، في 5 اتش، 5 اتش اللي هم هايبوفوليميا،
زي ما قلنا لو في حادثه ولا حاجه ونزف كتير، هايبوفوليميا، هيدروجين ايون يعني لو في اسيدوزس، في هايبو وهايبر كاليميا، في كمان هايبوثيرميا، وطبعا هايبوكسيا. فوانا شغال طبعا والفريق كله موجود وكله شغال، بنحاول كده نشوف ايه السبب، ايه اللي خلى الراجل يأرست ونحاول نصلحه. يبقى عشان ما ننساش الريزم اللي بياخد شوك هو يا اما في تاك يا اما في فيب، ده طبعا لازم تكون عارفينهم. انما لو كان اسيستول زي ده او بيا اللي هو اي زي ما قلنا اي اورجانيزد ريزم وما معهوش بالص، الحالتين دول ما بياخدوش شوك. طيب في سؤالين كده مهمين هنقولهم ونجاوب عليهم. امتى ما اشتغلش سي بي ار؟ امتى عيان جاي لي وقالوا ده عيان ميت اهو قدامك، ولا عيان وقع ولا غيره ما اشتغلش سي بي ار؟ قال لك في حالتين اتنين بس. اول حاله ان يكون راسه في حته وجسمه في حته، ده ما تشتغلش بقى يعني عليه سي بي ار. الحاله التانيه قال لك لو شور ساينز اوف ديث، ودي مش معناها دايليتد فيكسد بيوبلز اللي احنا شغالين عليها كلنا، لان دايليتد فيكسد ممكن يكون الراجل نفسه اعمى، ممكن يكون اعمى، ما مش دليل، مش ده اللي احنا بنحكم بيه. لكن هو قال لك حاجه اسمها الرايجور مورتس، او اللي هي التخشيبه بتاعه الموت اللي بيبقى عامل زي الموميا كده، هي دي اللي ما تشتغلش فيها. لكن غير كده ما تقولش اصل الراجل دايليتد فيكسد فمش هشتغل، ما فيش الكلام ده في الجايد لاينز. كمان ما ينفعش اعتمد على الهيستوري من الريلاتيفز اللي جاي مع العيان، يعني ما ينفعش اشوف عيان جاي للاستقبال جايبينه من بره على الاستقبال، ابو اشوف البلس بسرعه فما فيش طبعا نفس وما فيش بلس، اقول لهم من امتى؟ يقولوا لي ده من ساعتين، اقول لا لا ده من ساعتين هيبقى صعب يرجع فما اشتغلش. طبعا ما اعتمدش على الكلام ده، لان العيان ده ممكن يكون كان في كوما من ساعتين لكن الارست لسه حاصل على باب المستشفى، فاشتغل اي حاله اشتغل على طول. طيب نيجي للسؤال الثاني بقى، امتى اوقف السي بي ار؟ عيان حصل له ارست وانت شغال مع سي بي ار، امتى اوقف؟ قال لك اوقف امتى؟ اول حاجه لو العيان رجع فيه بلس وبتاع او فاق حتى، او بدا يبقى فيه بلس وبتاع وحولناه العنايه فخلاص. او تاني حاجه لو الفريق تعب خلاص مش قادرين نعمل كومبريشن، عمالين شغالين ودي سي شوك والفريق تعب ومش قادر يكمل، خلاص اوقف. الحاجه الاخيره لو عدى وقت طويل وانا شغال سي بي ار وعالجت معظم الاسباب او كل الاسباب اللي هي ريفرسبل كوزز والعيان ما رجعش برضه، في الحاله دي في بمشاوره كل الفريق بوقف السي بي ار. وطبعا هو ده قرار صعب، حتى الجايد لاينز مش محدده وقت معين، محدش قال بعد نص ساعه ولا ساعه، لكن هو عموما بيقولوا كل دقيقه بتعدي فده بيبقى باد بروجنوزز بعد كده للعيان، يعني عيان ما رجعش بسرعه بيبقى كل الوقت ما يعدي يبقى صعب انه يرجع اصلا. فلكن مفيش وقت معين امتى وقف. ده كده كان حالات الارست، حالات الارست اللي احنا اتكلمنا عليها. في ملحوظه معينه، امتى اركب اندوتراكيال تيوب او حاجه اسمها ادفانسد اير واي ولا اشتغل بالامبو باج؟ قال ان الامبو باك لو كافي، لو كفايه خلاص، لو بيدي النفس وبيطلع صدر كويس وفي حاجه اسمها الكابنوجرافي بوصله بالعيان واشوف البي اي تي سي او 2 كويس ولا لا، طبعا ده مش متاح يعني كتير في عندنا وبتاع، لكن عموما يعني من الاخر اذا كان النفس الامبو باك بيدي نفس كويس بيرفع الشيست كويس فخلاص هيكتفي بيه. او كمان قال لك لو في واحد خبير يعرف يركب الاندوتريكال تيوب في خلال العشر ثواني ان هو ما اخرش العيان، زي ما احنا قلنا واحنا شغالين ما بعطلش العيان، لو انت خبره بقى وبتعرف تركب الاندوتريكال تيوب في ثواني وبتاع فركبه ما فيش فيه مشكله خالص. دي كده كانت حاله الارست اللي ازاي بنتعامل معاها في الاستقبال. هنيجي نتكلم عن حالتين كده بسرعه عشان ليهم علاقه شويه بجهاز الصدمات اللي اتكلمنا عليه، اللي هي الحالات التاكي كارديا وحالات البرادي كارديا في الاستقبال. هنتكلم الاول عن البرادي كارديا. واحد جاي النبض بتاعه قليل غالبا اقل من 50، فالراجل ده انا ببص عليه كحاله عامه، الراجل ده ستيبل مفيش فيه مشكله خالص، يبقى دكتور العنايه وديه عنايه بقى ودكتور القلب يجي يتعرف معاه بقى ويشوف هيعمل معاه ايه. لكن العيان لو مش ستيبل، ومش ستيبل دي بحددها ازاي؟ بحددها بكذا نقطه، الهايبوتنشن لو الضغط بتاعه وقع، لو الترمنتال ستيتس يعني الراجل بدا يتوه ويغيب وبتاع، لو شيست ديسكومفورت او هما بيقولوا عليه شيست بين او انجينا، او لو اكيوت هارت فيلير. الحالات دي يبقى الراجل خلاص كومبرومايز مش ستيبل. في الحاله دي بدي اتروبين نص مللي جرام كل 3 ل 5 دقائق لمده 3 مللي جرام يعني لمده 6 حقن 6 مرات. طيب لو ما استجابش في الخلال ده كله خلاص ده طبعا بيتحول برضو عنايه عشان يعلق دوبامين او ابنفرين انفيوجن. برضه حالة التاكي كارديا احنا لينا ان احنا نحكم عليها، احنا بتكلم في الاستقبال بس، ففي الاستقبال بس انت بتحكم على العيان ستيبل تكلم كويس زي ما قلنا مفيش هايبوتنشن مفيش استبين، نفس الحاجات بتاعت البرادي كارديا. لو هو ستيبل يطلع العناية او دكتور القلب ينزل له، لكن مش هتعامل معاه فورا، مش هتعامل معاه فورا في الاستقبال. انما لو هو انستيبل زي ما احنا قلنا هايبوتنشن شيست بين او شيست ديسكمفورت التردمنتال ستيتس
او اكيوت هارت فيلير في الحاله دي وهو تاكي كارديا اكتر من 150 غالبا، على طول هديسه هديله دي سي شوك، بس المره دي هديها له سنكرونايزد دي سي شوك. يعني واحنا شغالين لما اجي اشحن الجهاز ادوس على زرار سنكرونايزد عشان يدي الشحنه بعد الار على طول. طيب الراجل صاحي مش هديله دي سي شوك طبعا، هو صاحي اما الساعه وهو صاحي مش هينفع، فطبعا حد تخدير وبعمل له سيديشن ينيمه بسرعه عشان اديله الدي سي شوك. طبعا في كل الحالات اللي اتكلمت عليها دي، سواء البرادي كارديا او التاكي كارديا او حالات الارست اللي احنا اتكلمنا عنه، وده كله في حاجه اسمها جيت اكسبيرت هيلب، يعني لو معاك حد سينيور طبعا ناديه بسرعه يقف معاك ويشتغل معاك كمان ويشرف عليك، ده مش عيب ومش مشكله خالص. وفي النهايه احب اشكركم، اشتركوا في القناه، اعمل لايك وشير بقى، وشكرا ليكم واشوفكم على خير.